السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل درس القرآن أمس بالنسبة للصف الثالث المتوسط الفصل العاشر، كان بدأنا فيه في الحصة الماضية، واللي هو قلنا عن قوانين نيوتن، عن القوة وقوانين نيوتن. في الحصة السابقة عرفنا القوة قلنا هي يؤثر على الجسم ويسبب تغير في حركة الجسم. أما إذا أثرت عدد من القوة على الجسم في هذه الحالة، نقول محصلة القوة اللي هي تساوي المجموع الجبري بالنسبة للقوة المؤثرة على الجسم. وكذلك يكون الجسم في حالة اتزان إذا كان مجموع القوة المؤثرة عليه يساوي صفر. يعني مثلا جسم أثرت عليه قوتين، قوة في اتجاه اليمين وقوة في اتجاه اليسار، وكانت قاف واحد هي القوة الأولى وقاف اثنين القوة الثانية متساويتين، في هذه الحالة نقول محصلة القوة تساوي صفر. فرضا أن القوة قاف واحد كانت 50 نيوتن وقاف اثنين أيضا 50 نيوتن، يبقى في الحالة نقول أن المحصلة تساوي حاصل طرحهم. حاصل طرحهم معناها الناتج يساوي صفر. طيب إذا المحصلة تعني مجموعة القوة، والمجموع يعني المجموع الجبري، يعني إذا كان متعاكستين حيكون 50 زائد سالب 50، باعتبار أن القوة التي على اليسار سالبة، إذا في هذه الحالة حيكون الناتج صفر. طيب بالنسبة لقوانين نيوتن وعلاقتها بالحركة والقوة، إحنا ذكرنا أن نيوتن وضع ثلاث قوانين في الحركة. نص القانون الأول يمكن درسناه برضه في صف أول متوسط، اللي هو بيعني ان الجسم الساكن يبقى ساكن والجسم المتحرك يبقى متحرك ما لم تؤثر عليه قوه. نص القانون الان طبعا نص المفروض ان يكون حفظ، اذا كانت القوه المحصله المؤثره على الجسم تساوي صفر سواء كان قوتين او اكثر، المجموع الكلي يساوي صفر، فان الجسم الساكن يبقى ساكن والجسم المتحرك يبقى متحرك. لاحظ هنا الشرط ان دائما المحصله تساوي صفر. في هذه الحاله اي جسم ساكن يبقى ساكن، وكذلك الجسم المتحرك يستمر في الحركه باستمرار. طيب الجسم الساكن يبقى ساكن والجسم المتحرك يبقى متحرك. بالنسبه للجسم الساكن طبعا بالتاكيد احنا كلنا نلاحظ بان اي جسم موضوع على سطح معين، وهذا الجسم طبعا في حالة سكون، هذا شيء طبيعي، يعني يمكن صحيح بالنسبة للقانون ان الجسم الساكن يبقى ساكن، كلنا يمكن نكون لاحظنا هذه المراحل. ما لم تؤثر عليه قوة، لكن لو في احد دفع هذا الجسم بالتالي تتغير حالة الجسم من السكون الى الحركة. بالنسبة للجسم المتحرك، طيب لو فرضنا ان الكرة مثلا واحد من الشباب ضرب كرة وكرة تحركت على سطح الأرض، في هذه الحالة حسب قانون نيوتن الأول المفروض أن هذه الكرة تستمر في الحركة ولا تتوقف، ولكن نلاحظ أن الكرة بعد فترة تتوقف. لماذا توقفت الكرة رغم أن القانون يقول الجسم المتحرك يبقى متحرك في خط مستقيم؟ لو لاحظنا في الشرط موضوع في بداية القانون ان القوة المحصلة لازم تساوي صفر، يعني لا تؤثر على هذه الكرة قوة، في هذه الحالة القانون صحيح وتستمر الكرة في الحركة الى الابد لن تتوقف ما لم تؤثر عليها قوة. طيب ايش هي القوة التي اثرت على هذه الكرة؟ في عدد من القوة اثرت على هذه الكرة فتوقفت الكرة عن الحركة. ممكن نقول قوة الاحتكاك بين الكرة وبين الأرض، هذه القوة أثرت عليها وبالتالي تغير من حالتها الحركية. ممكن مقاومة الهواء، ممكن وزن الكرة نفسه اللي هي قوة الجاذبية الأرضية. إذا في عدد من القوة أثرت على هذه الكرة ومجموعها لا يساوي صفر، في هذه الحالة توقفت الكرة. طيب لو تخلصنا من هذه القوة، قوة الجاذبية، قوة الاحتكاك،
قوة مقاومة الهواء. كل هذه مثلا تخلصنا منها، القانون حيكون صحيح، يعني تستمر هذه الكرة في الحركة. من الظواهر على قانون نيوتن الأول اللي هي في حياتنا اليومية، الجسم الساكن يبقى ساكن والجسم المتحرك يبقى متحرك. نلاحظ عند توقف سيارة فجأة، سيارة تتحرك بسرعة كبيرة 120 أو 140 كيلومتر في الساعة، وفجأة يضغط السائق على الفرامل. في شيء نلاحظ في حركة الركاب في السيارة، نلاحظ أن كل الركاب يندفع إلى الأمام. هذا دليل على أن الجسم المتحرك يبقى متحرك. إذا كانت السيارة متحركة بسرعة كبيرة ثم توقفت فجأة، لازم يكون تغيير مفاجئ. توقفت فجأة السيارة، نلاحظ أن كل الركاب يندفع إلى الأمام، وبالتالي هذا دليل على أن الجسم المتحرك يستمر في الحركة عند التغير المفاجئ. كذلك حالة السكون، سيارة متوقفة. بالنسبة لحالة السكون، إذا تحركت السيارة فجأة، العكس صحيح، تحركت السيارة فجأة وهي كانت أصلاً ساكنة، نلاحظ حركة الركاب داخل السيارة يندفع إلى الخلف. لماذا يندفع الركاب إلى الخلف عند تحرك سيارة فجأة إلى الأمام؟ لأن الركاب بيكون محتفظين بحالة السكون، أو يحتفظ الراكب بحالة السكون فيرجع إلى الخلف أو إلى الوراء. طيب، هذه من الظواهر التي تدل على قانون نيوتن الأول أو على صحة قانون نيوتن الأول. طبعاً أيضاً يسمى قانون نيوتن الأول بقانون القصور الذاتي، والقصور الذاتي شرحناه في الفصل التاسع لما درسنا درس الزخم. ذكرنا أن القصور الذاتي يعني مقاومة الجسم للتغير الطارئ. تعريف القصور الذاتي عرفناه في الفصل التاسع، مقاومة الجسم للتغير الطارئ. فإذا قانون نيوتن الأول يسمى بقانون القصور الذاتي، ولحدث من الشباب بالنسبة للكرة وبالنسبة للسيارة مثلا عند اندفاعها بنقول أن الكرة لها قصور ذاتي، يعني عاجزة عن تغيير حالتها الحركية سواء كانت ساكنة أو متحركة. كذلك الركاب في سيارة مسرعة إذا توقفت فجأة، لماذا يدفع إلى الأمام؟ ليش؟ لأن القصور الذاتي بالنسبة للركاب أو الراكب يكون عاجز عن تغيير الحالة اللي موجود فيها. ده بالنسبة لقانون نيوتن الأول. قانون نيوتن الثاني اللي هو عن القوة أيضا، طيب نص القانون الثاني تسارع الجسم يسارع ناتج قسمة القوة المحصلة على كتلة الجسم. الآن بالنسبة لقانون نيوتن الثاني، بالنسبة لقانون نيوتن الثاني اللي هو خاص بالتسارع، هو التسارع درسناه أيضا في الفصل التاسع ولكن بعلاقة أخرى، علاقة التسارع مع السرعة. كنا نقول إن التسارع يساوي التغير في السرعة بالنسبة للزمن، التغير في السرعة بالنسبة للزمن. أما بالنسبة لقانون نيوتن الثاني، إحنا عايزين نكتب نص هذا القانون بالصيغة الرياضية. تسارع الجسم، التسارع يساوي ناتج قسمة القوة المحصلة، القوة المحصلة على كتلة الجسم. طيب بالرموز، تاء التسارع يساوي القوة المحصلة، قاف على كتلة الجسم كاف. ها
هذا قانون نيوتن الثاني او الصيغه الرياضيه لقانون نيوتن الثاني، وطبعا لازم نضعها على شكل مثلث علشان لو طلب منك القوه او طلب مني التسارع او الكتله اقدر اطلعها من المثلث، وحيكون في المثلث قاف القوه المحصله، تاء التسارع، كاف الكتله. باقي وحدات القياس مهمه جدا في مسائل قانون نيوتن الثاني. طبعا تسارع يقاس وحده التسارع، هذه في الفصل التاسع، متر لكل ثانيه تربيع او ميم ث تربيع. طيب وحده الكتله برضو درسناها مع الزخم، الكتلة تقاس بوحدة الكيلو جرام، ووحدة القوة شرحناها في الحصة الماضية طبعا نيوتن. الحصة القادمة إن شاء الله حنشوف أمثلة كيف نطبق على قانون نيوتن الثاني، ونشوف المطلوب إذا كان قاف أو تاء أو كاف. السلام عليكم.